في ظل الأرقام المخيفة التي رصدها الاتحاد الدولي للسمنة حول ارتفاع نسبة السمنة بين الأطفال الذكور في الكويت لأكثر من 60%، أكدت وزارة التربية أهمية الفعاليات والندوات التثقيفية التي يقدمها النادي الصحي المدرسي في توعية طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من مخاطر السمنة والأمراض المترتبة عليها بما يسهم في الحفاظ على صحتهم. الفعاليات أيضا التي ينظمها النادي لا شك أنها تهدف أيضا إلى التوعية بأهمية ممارسة الرياضة ورفع مستوى اللياقة البدنية لدى الطلاب وانعكاس ذلك على كل الجوانب الاجتماعية النفسية وكذلك الجانب العقلي لديهم. للمزيد حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون ضيفنا داخل الاستوديو أخصائي التربية الصحية في وزارة التربية دكتور محمد علي الخليفة. صباح عليك بالخير دكتور، سعداء جدا بوجودك معنا في برنامج العالم هذا الصباح. صباح الخير دكتور. صباح النور، يا هلا فيك معنا في الاستوديو. الله يسلمك دكتور. يعني موضوع انشاء نادي صحي في المدارس قد تكون فكره غير تقليديه، قد تكون فكره نيره مبدعه. كيف نشات في بالكم هذه الفكره؟ في البدايه كانت هي مشروع للدراسه، بعد ما شفنا الارقام الكبيره اللي حققتها الكويت في السمنه بالنسبه للمراكز المتقدمه، حصلنا على المركز الاول عربيا والثاني عالميا. لقينا ان احنا لازم نعالج المشكله من جذورها، لان يعني على الرغم من ان احنا حصلنا على المركز الاول والثاني بس هذا مو معناتها مدعاة للفخر. اكيد 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 بالضبط. رغم ان احنا ما شاء الله عندنا انديه صحيه كثيره وعندنا شركات حاليا توفر وجبات غذائيه صحيه، ورغم ان في اخصائيين تغذيه كثير ترى وعندنا وعي الا ان المشكله مو قادرين ان احنا نحلها ولا قادرين نتراجع في المراكز المتقدمه اللي احنا وصلنا لها. والسبب شنو؟ ان احنا عندنا هدفين لانقاص الوزن. الهدف الاول هو نزول الوزن والكل قاعد يوصل له، لكن الهدف الثاني هو المحافظه على الوزن. المحافظه على الوزن يحتاج اتجاه، يحتاج توعية، يحتاج معرفة في عدد السعرات اللي أنا لازم أخذها، في طريقة ممارسة الرياضة، في أن تكون أسلوب حياة أو أسلوب حياتي يكون أسلوب حياة صحي. اليوم 95 إلى 97 من المراجعين عند أخصائيين التغذية، وهذه أرقام موجودة من عندهم، من الناس اللي تنزل أوزانها ترجع ترتفع مرة ثانية. والسبب أنهم يحققون الهدف الأول في نزول الوزن، لكن الهدف الثاني ما يقدرون يحافظون عليه. على سبيل المثال لو في احد اشترك في وجبات غذائيه، لمتى راح يظل مشترك بالوجبات الغذائيه هذه؟ بالضبط. لو احد دش نادي صحي، بالنسبه للنادي الصحي الدراسات الحديثه كلها اثبتت ان الرياضه لها دور بنسبه 20 الى 30% في انزال الوزن، ومن 70 الى 80% هو دور التغذيه. فاحنا انشأنا النادي الصحي او الدراسه كانت على النادي الصحي. اليوم لما احد يسمع نادي صحي مدرسي داخل مدرسه يعتقد ان احنا جايبين اجهزه رياضيه وقاعدين نمرن الطلبه، لكن اذا اشتغلنا على هذا الاساس نفس الشيء راح نمرن سلوك، ما راح نمرن اتجاه، لان الطالب ممكن يتمرن عندنا بالمدرسه لكن يروح برا ياكل الاكل اللي يبي ويمارس عاداته الغذائيه السيئه اللي هو قاعد يمارسها. احنا النادي هذا كان يخاطب الاتجاه وهو الثقافه الصحيه. كنا من خلال النادي هذا نتوجه ان احنا نوعي الطلبه في طريقه الاكل الصحي، في النوم، في عمل، في طريقه ممارسه الرياضه. والمرحلة الثانوية للأمانة أول ما طبقنا البرنامج عليهم كانوا فعلا متعطشين لمثل هذه المعلومات، لأن فعلا هم كانوا يواجهون مشكلة لكن مو عارفين شلون يتصرفون معها. انزين دكتور، هل تفكرون ان تعممون الفكره على المرحله الابتدائيه والمتوسطه؟ يعني والله نتمنى اكيد، لان كل ما صارت او كل ما بدانا كل في مراحل اصغر بالضبط راح يكون التاثير اكبر. انت لو تلاحظين اليوم محلات الوجبات السريعه منو قاعده تخاطب بالبروموشن؟ في الفئه المستهدفه الابتدائي المتوسط دائما الاطفال. دائما لما تعطي الثانوي شوي يصير عندهم وعي، يعني كبروا يبون يعدلون شكلهم. صراحه قاعدين نعاني من هذا الموضوع أميرة، عيالنا صايرين ما يحبون أكلنا. بالضبط. ما يبون ياكلون أكلنا في البيت، يعني بالضبط. على الرغم أن احنا أكلنا صحي ونظيف وكذا، بس يعني هم يتهافتون على الوجبات السريعة. صحيح صحيح، لأن اليوم الاتجاه العالمي، يعني من أسباب السمنة الاتجاه العالمي مثل ما يقولون زيادة الدهون
في الأغذية اللي هم يقدمونها. هذا واقع احنا ما نقدر ننكره، ان الدهون لها دور كبير في عملية جعل الأكل مستساغ او تزيد حلاوة الأكل. أكيد. كل ما زاد الدهن زادت حلاوته، فهم قاعد يلعبون على الوتر هذا مثل ما يقولون، ان يزيدون كميات الدهون داخل الوجبات، فبالتالي يكون في نوع من الإدمان على هذه الوجبات وتكون مستصاغة أكثر من غيرها. والله بينك طعمها حلو. بالضبط بالضبط، أكيد، لأن هذه حقيقة احنا ما نقدر ننكرها، أن الدهون فعلا تخلي الأكل مستصاغ. زين دكتور، راح يكون في حق النادي الصحي أنشطة خلال شهر الصيف؟ فترة الصيف لا، احنا يعني دائما نحاول انه يكون في فترة الدراسة، فترة الصيف هذه فترة راحة للأولاد. مثل ما قلت لك، احنا هدفنا من النادي غرس الاتجاه والسلوك الصحي عند الطلبة، بحيث ان الطالب بعد ما يطلع برا البيت تكون هو اختياراته صحية. انا اليوم ممكن اوجه سلوك للطالب يكون موجود قدامي، اقول له لا تاكل هذا، او افرض عليه اكل معين، او ادخله نادي، ممكن اشركه انا بنادي، لكن إذا هذه ما كانت من رغبته، ما كانت من اتجاهه، ما كان فعلا هو عنده اعتقاد راسخ أن النادي هذا له دور في حياتي، أن الأكل الصحي له دور في حياتي، فهو ما راح يقدر يستمر عليه. ممكن يستمر عليه فترة بمجرد أني أنا حاط كنترول عليه، وبعدين راح يمارس عاداته الثانية. داشين على رمضان أميرة. إيه داشين على رمضان. الله يستر. يعني هذا الموضوع ما يخص بس الأطفال ولا الصغار بالسن، يعني حتى إحنا يشملنا. أكيد. رمضان. أجواء تشجع على الأكل، على الرغم أن احنا عندنا فترة طويلة راح نصوم فيها، لكن الأجواء يعني عندنا المناسبات الاجتماعية في غبقات، ونساءنا يتفننون في دخول المطبخ سبحان الله في رمضان، يعني يبدون يبدعون في تقديم كل ما لذ وطاب، ولكن بالسعرات حرارية عالية. شلون نقدر نحن نغير سلوكنا في رمضان؟ طبعا في رمضان أو في الجمعات بشكل عام هذه مشكلة اجتماعية موجودة عندنا. شلون احنا نقدر نتغلب عليها؟ دائما تكون في أطباق موجودة متاحة قدامنا، الكل لما يروح لازم يجرب كل شيء. حاول تقنن اختياراتك، اختار الشيء اللي انت تحبه، حاول تكثر من الاشياء اللي ما فيها سعرات حراريه عاليه. انت لما تاكل مثلا، على سبيل المثال، لما يكون نص الطبق عندك فيه الياف اللي هو السلطه من الكارب، فانت راح بعدين تخفف الكميات الثانيه. شرب الماء ايضا يقلل من مثل ما يقولون الاندفاع ناحية الأكل، فهذا له دور كبير في أنك أنت تقنن من اختياراتك. لما يكون كل شيء موجود قدامك مو لازم تجرب كل شيء. وطبعا هذا في معتقد موجود في مجتمعنا إحنا، أني أنا لما أروح أزور ضيف أو أزور شخص، أني أنا إذا ما أكلت كل شيء كأني أنا قاعد أزعله. وفي واقع الأمر لا، هو ترى ما قاعد أراقبك، يعني انت بعيد عن الموضوع هذا. هو انت وجودك راح يكون كافي، تاكل الاكل اللي انت تبيه وتحسب سعراتك الحراريه من غير ما يكون في هو الاعتدال دائما بكل شيء مطلوب. هذا اكيد الاعتدال، بس المنيو اللي ورثناها امانه احنا من اهلنا، صح، انا بوجهه نظري غير صحيه، لان احنا مثلا قائمه الطعام اللي ورثناها واللي قدموها لنا اجدادنا واللي قاعدين نستمر عليها واللي راح نورثها حق عيالنا، اللي هي عيش ولحم، عيش ودياي، عيش وسمك، مو موجود عندنا طبق سلطه او بوجبتنا الاساسيه. مو موجود اليوم عندنا مثلا، اليوم بنسوي ما يسمى شنو، تسوي يعني تبوله، مو شرط تبوله، يسمونها مثل الخضار سوتيه او شغله مثلا، هي تقدم مثلا الصحي، يعني زوجها تقدم حق زوجها اليوم خضار سوتيه، اعتقد انه اخر يوم بعمرها. نعم، لان اذا ماكو ايدام والطبق الرئيسي العيش، والحين داخلين على رمضان والطبق الرئيسي اللي هو للتشريب، فانت شايف كميه الخبز والعجين أكيد. وهذه أكيد. الامور أكيد. ناهيك عن الحلو اللي بعدين في هذه الفتره، وناهيك عن الشراب المفضل من غير ما اقول اسمه حتى لا يكون دعايه. اللي موجود 30 يوم مصاحب اللي هو يحتوي على كميه كبيره من السكريات. بالضبط. هذه القائمه من الطعام اللي ورثناها، احنا شلون نقدر نغيرها؟ احنا مو محتاجين نغير القائمه هذه، لان في حقيقه الامر القائمه هذه مو قائمه غير صحيه، لكن احنا محتاجين ان نقلل الكميه. احنا مشكلتنا قاعد ناكل بكميات كبيره. الاعتدال بالضبط. العيش
واللحم او الدياي انت قاعد تاكل كارب، قاعد تاكل بروتين، وقاعد تاكل كميه مناسبه من الدهون. وانت تحتاج الثلاثه هذولي. اي نظام غذائي اليوم، جميع الدراسات الحديثه، اي نظام غذائي يشيل واحد من العناصر هذه فهو نظام يعتبر نظام فاشل في كل مقاييس الدراسات الحديثه، لان كل عنصر من العناصر له دور في حياتنا، فما يصير نستغني عن اي واحد. بس اعتقد انها صعبه اميره، يعني انا اسف دكتور. نعم. يعني نقعد ونحط ميزان ونقعد نقيس ايش نبي ناكل، وهذا هل القياس بالعين ولا القياس مثلا بوزن معين، ولا حط الميزان ولا حط السعرات وحط على الحاسبه؟ هذا ايش كثر وهذا ايش كثر؟ للامانه انت تقدر تتجه للاتجاه هذا، والاتجاه هذا راح يكون وايد صحي اذا انت مشيت فيه. اليوم الواحد لما يتعلم قياده السياره يشوف انه في وايد اشياء يسويها، بس بعد فتره تلقاه ممكن يمسك التليفون يوصل للبيت من غير ما يحس. صح ولا لا؟ اول ما تيجي تتعلم بالسياره يقول لك لازم تطالع المنظر اليمين اليسار اللي فوق، اللي عندك دواسه بنزين، عندك بريك، عندك سكان، تحس انه وايد الكميه عندك، بس بعد ما تتمكن منها تحس انك انت بمجرد النظره انت تعرف. قاعد تمارسها تلقائيا. بالضبط، تمارسها تلقائيا. أنا كليت فترة الغداء كثرت، خلاص فترة العشاء لازم أنا أخفف. أنا فترة الريو كان وايد دسم، فترة الغداء شوي يكون أخف. أخف. أي. فيكون في اعتدال. فمثل ما يقولون تصير عندك كلكوليت لا شعورية. نمط حياة. نمط حياة. عندك مثلاً بالضبط. موضوع اللي هو الجلاس الماي قبل كل وجبة راح يصير عندك مثلاً سلوك. بالضبط. عدت عليه أنت بشكل يومي قبل كل وجبة حتى تحافظ على هذه الطريقة. نعم. سعداء جداً بوجودك معنا دكتور محمد. أنا أكثر. ويعني دائماً يقولون حتى تكون أنت قدوة يجب أن تمارس هذا الموضوع. إحنا قاعد نشوفك أيضا ما شاء الله أنت محافظ على رشاقتك. تسلم. فأكيد قاعد تطبق هذا النظام اللي هو نظام الأكل بكمية معينة وسعرات حرارية. نعم. حتى. نعم. تحافظ على هذه الرشاقة. نعم أكيد. جميل. أكيد. جدا. وجودك كان ويانا ثروة حقيقية في البرنامج، قدمت لنا كل ما هو جميل ومفيد. تسلم. ونلتقيك إن شاء الله في الأيام القادمة. شكرا دكتور محمد. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك دكتور. شكرا لكم.